حديث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا فنزلت ليس لك من الأمر شيء، يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، في هذا سب من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. وفلان وفلانا، كلمة فلان تطلق أو مصطلح يطلق على شخص مبهم أو على شخص يراد إبهامه، لكن هذا المبهم وضحته الرواية الأخرى قال يدعو على صفوان ابن أمية، إذن هو يدعو من هو فلان وفلان؟ صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام. فأنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، هذا يعود بنا إلى مسألة تقدمت وهي اللعن، أيجوز أن يلعن الكافر؟ أيجوز أن يلعن الفاسق؟ مرت المسألة مستوفاة في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم في باب ما جاء في الذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله الحديث، فلا معنى لإعادتها، لكن هذا الحدث دليل على أنه لا يجوز أن يلعن المعين، فهذا الحدث من أقوى الأدلة على أنه لا يجوز أن يلعن الشخص المعين، سواء كان هذا المعين كافرا أم مسلما فاسقا. وقوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده يدل على أن وقت الرفع إلى الاستتمام ليس محلا لذكر آخر سوى هذا الذكر. ما هو هذا الذكر؟ سمع الله لمن حمده، وهذا بالنسبة لمن؟ للإمام. ولذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين يرفع سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. يستفاد من قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده أن قول سمع الله لمن حمده لا يصلح أن يكون في غير هذا الموضع، فلا يصلح قبل الرفع ولا يصلح بعد الرفع، وإنما هذه الجملة سمع الله لمن حمده تكون بين الركنين. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، والفاء هنا للتعقيب والترتيب، حين ما قاله عليه الصلاة والسلام نزلت هذه الآية. وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هؤلاء الثلاثة كانوا من أعتى كفار قريش على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام ودعوته كانت باللعن، فأنكر الله عز وجل عليه ذلك منزلا هذه الآية. وهؤلاء الثلاثة قد من الله عز وجل عليهم بالإسلام فآمنوا ودخلوا في دين الله عز وجل، ومن هنا يتبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من الأمر شيئا، وذلك لأن الدعاء باللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال هو أحد نوعي الكلام عند أهل اللغة وبالأخص عند البلاغيين، وذلك لأن الكلام ينقسم عندهم إلى قسمين خبر وإنشاء، فكما أنه لا يجوز في الخبر أن يثبت حكم بالجنة أو بالنار لشخص معين، كذلك لا يجوز أن ينشأ وأن يطلب اللعن عليه، وذلك لأن الأمر كله لله عز وجل.